السلام عليكم، مرحبا بكم، مع سلامتكم من جديد. كما راكم تشوفوا دائما معايا غير جديد ان شاء الله، حاجه اللي خفيفه عليكم وتعجبكم. كما راكم تشوفوا انا نقدم لكم واحد العصير خفيف وبنين. كما جو عندنا 5 حبات ليمون، عندي كاس حليب مبستر كما اللي استخدمته هنا في الدار، الوصفه تلقاوها على اليوتيوب. بون درتو خفيف شويه باش نديرو تقيل، هنا نسحقو خفيف باسكو ما نسحقوش تقيل. وعندنا الماء. بون، قبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش ديروا ابوني الصفحه اللي ما اشترك، يشارك فيديو وواسو على الجرس يلحقكم كل جديد ان شاء الله. هيا تبعوني دوك نبداو. الحاجه الاولى كما راكم تشوفوا نبداو بالقرص، ناول الاولى نبداو به. شوفوا هكذا هاوني نقسموه كامل هكذا. يعني فيديو شوفوا خفيف وسهل وبنا، ما عندي ما نحكي لكم عليها. بون نقسموه كامل، نقطعوه كيما هكذا راكم تشوفوا، حاجة خفيفة هاوني كوراهم توجور نحيو لهم منهم ونحيوهم هادو وما نخلوهمش معاهم. واللي عنده الليمون تاني كينح اللي فيه العظم حبيبات ينحيهم، ما تخليش باسكو كان تخلو الحبيبات تاع العظم فيهم تلاق المروريه تاع السيترون ماهيش مليحه. كما تشوف هذا ما فيهش الاخر. واي وصلة حبيتوها قولوا لي عليها ان شاء الله نحضرها لكم. فوالا نكمل الاخرين. بون هنا عندي الطاس تاعي دوك تشوفوا نديرو القارص هنا نميكسيوها كما كنتم راك تشوفوها القارص وراهو دوك نحطوه. عندي كاس كيما راك تشوف قلت لكم هاولي خدمتو في الدار حليب مكثف، ما حبيتش نديرو تقيل، انا درتو خفيف باش نديرو مع الجو. بو اللي حب الوصفة تاع حليب مكثف تلقاه في اليوتيوب، عندي في الوصفة في اليوتيوب. ها هو درتو خفيف انا ما حبيتش نديرو تقيل. وهنا عندي 3 كيسات تاع الماء كيما راك تشوف درتهم هاهم وراهم. دوك هنا نخلطو في الخلاط تاعنا، نخلطوه مليح باش تخلط كلش. دوك نشعلو مليح ونخلطوه. دوك هنا حركنا غير شويه، دوك زدنا نديرو القارص هنا لداخل. بو عفوا نديرو له لاكلاص. نكسيو مع لاكلاص كيما كنتو تهدرو لاكلاص، يجي يعني حاجة فور. دوك كيكمل عصرنا في الميكسور تاعنا، دوك عندنا صفاية نحطو جو هنا لداخل كيما راكم تشوفو هاوليك، نصفيوه من القشور تاعو. شوف فجا خاطر وتقيل جا ما شاء الله. شوف دوك نصفيوه كامل هنا. تحصلوا هنا واحد البنة ما شاء الله، حاجة فورمل بزاف. وانا نحيو هذا القارص نصفيوه من هنا كيما تشوف هاولي شو وراهو. نحصلوا هذا العصير ما مسكر، ما كثرتلوش السكر، درتلوش ما غير كاس غير بعد تاع السكر. سما هذاك درناه مع حليب مكثف ما درناش وحده. عندك نحيو هذا نرميوه ونزيدو نصفو الاخر. مو كيما راكو تشوفوها وراهو. درك انا هنا نزيد له 2 كيسان تاع الماء. ولي ما حبش يجي خفيف يجي تقيل ديرلو غير خليه كيما راه ما كان ديرلو الماء مو غير شكي سان ما فوالا. وهنا كملنا معاه كيف يجي يجي ما شاء الله. يعني شندقو شويه واو سي روعه بالبزاف.
بو رانا كملنا العصير تاعنا كيف جا جا ما شاء الله كيما راكو تشوفوه ها هو راهو. بو لحقنا نيا فيديو ما طولناش عليكم فيديو جا خفيف درناه لكم من جا ما شاء الله وصفة سهلة وجربوها رجعوا لي الخبر. السلام.